تدين وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة الهجوم الارهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الارهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بالجمهورية اليمنية الشقيقة. في انتهاك صريح للقوانين والاعراف الدولية وتهديد خطير لحركة الملاحة والتجارة العالمية والبيئة البحرية. وتؤكد وزارة الخارجية أن هذا الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي هو تصعيد خطير يتعارض مع الجهود الدولية الرامية إلى تمديد الهدنة في اليمن واحلال السلام والاستقرار ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، مجددة موقف مملكة البحرين الداعم للجمهورية اليمنيه لاستعادة الشرعية وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار.